علشان بيقول لك تضرب ما عبره لغيرهم عشان عبره للي وراه عبره لغيرهم في ناس كان شغال وراجل واحد فيهم ربنا يعين مني واحد ابني اتخطف مني بقاله مشي ما جاش بقاله خمس ايام خمسه ودي 10 ايام ما شفتوش يوم 15 لسه ما جاش لحد دلوقتي احمد طفل صغير يعني احمد طفل صغير عنده 15 كان بيتمنى حاجات عايز يطلع حاجه اكيد ايه الحاجات ايوه ويعيش عمره ويعيش حياته ده انا يوم المشهد بتاعه يوم ما كنت مطلعين جايبين الساعه 11 بتاع المكتب كان 2000 نفر كانوا يشيلوا العربيه كده ويدخلوها الجامع مش مستمرين لما تطلع النحس من العربيه كان رمتهالي كان هيشيل بيها العربيه كده ويدخلوها الجامع احمد كل الناس كانت بتحب كنت تشوف الناس اللي كانت واقفه كانت الساعه 11 بالليل والجامع مفتوح والناس قاعده مستنيه لما احنا نيجي هو طفل ما عملش حاجه ده طفل مشهد ناس كانت بتزغر ناس كانت بتصور ناس كانت بتزغر ناس بتصور انت شفت طارق قبل كده اتعاملت معاه؟ ما انا لو شفته ما كانش عمرنا ما شفناه انا لو شفت طارق قبل كده ما كانش كل اللي حصل لا ما كانش كل اللي حصل لا 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 الزايمر خالص لا 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 ولا عمرنا شفناه ولا عمرنا اصلا على السمراء وشافوا حد مثلا اللي انت بتطالب بيه لو حد قال لي انا بطالب بيه ده ولا ولا واحد يديك حاجه وتاخد بس ما اعرفش ده ايه اللي حصل اهو التهم الثاني بيعاقب بقانون الطفل التهم الاول بيعاقب بالقانون الجنائي ايوه اللي هو عملها كنا نعرف ان هو يا بنتي بيعمل كده حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل دي الكلمه اللي هقولها انا عمري ما بغلط في حد عمري ما بغلط عمري ما حد احنا ناس في حالنا عمرنا ما حد جه شاف شقتنا عامله ازاي احنا على بك احنا على قدنا اي نعم احنا ماشيين يعني ناكل ايه يعني وفيها ايه يعني بس احنا برضه حمدين ربنا الحمد لله عايشين بشرفكم وبامانه ايوه طبعا احنا عمرنا ما حد قال لنا ان ناس مش كويسه احنا الناس اللي بيجوا هنا عندنا بيتمنوا ان هم يقعدوا معانا ما بيمشوش ابدا احمد قبل ما يخرج معاه كان حاسس بحاجه كان مثلا حاسس منه بغدر حاسس منه لا بحاجه لا ده كان بيكلمكم عنه بيقول لكم يعني ما كانش بيقول لنا حضرتك احنا ما كناش نعرف اي حاجه عنه احنا احمد لما اليوم ما هم كان راح اصلا عندنا قال له يا احمد روح